سلام حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم كما شفتوا في العنوان، عيد ميلاد بنت اختي. كما راكم تشوفوا، رانا مع التوجات هنايا، درنا لها ميني ماوس. ودرك في الفيديو نوريكم واش طيبنا واش درنا كامل، راحين تشوفوه في الفيديو. المهم هذا هما الصوالح لي شريناهم للعيد ميلاد. كيما راكم تشوفوا هاد الديكور دو في الفيديو، راح نشوفوا واش نديروا بهم. وهذوك لي بابي ثاني تاع ميني ماوس، هذه ثاني نفيخه تاع رقم 2، هذيك عندها عامين درنا لها رقم 2. وهذه هابي بيرثداي. هذا الصوالح تاع العيد ميلاد. وهذه ثاني ميني ماوس. هذا الصوالح شريناهم مع هذه لي كيسات ثاني، رايحين تشوفوهم في الفيديو واش راح ندير فيهم. وهذون ثاني راح نعمروهم، نديرو فيهم المايس، نديرو الشيكولا والكابريز، نديروهم لدراري صغار راكم عارفين. وهذا كيسان ثاني تاع الكازوز للدراري الصغار، والكبار نديرو لهم في تاع السجاج. وهذا طباسة ثاني نتوع الباتيسري ثاني ميني ماوس. وهنايا ثاني النفيخات كما راكم تشوفوا، هنا درنا لها لي كولور الغوج والنواغ والبلون. هذا لي كولور لي درنا فيهم. هذا هم صوالح العيد ميلاد كما كاع تعرفوهم. المهم ان شاء الله تكملوا كامل الفيديو وتتفرجوا وتشوفوا واش درنا، واش كيفاش صنعنا الفيديو للعيد ميلاد، كيفاش خرجت. وما تنساوش لي راه يشوف في الفيديو يدير لي لايك، ويدير لي ثاني اشتراك وتفعيل الجرس، ونستنى ثاني تعليقاتكم. كما راكم تشوفوا هذيك الشيكولا وهنا الكابريس نعمروهم مع المايس، وهذه هي الشمعة رقم 2. هذا هما الصوالح نتاعو الصناع لي نصنعو بيهم، لي هذه المايس، الكابريس، الشيكولا، النفيخات. هذا هما. ودرك تشوفوا واش طيبنا. الباتيسري خليناها على ماما طيبها ربي يحفظها، خليناها في الدار. هنا راني جات الدار بنت اختي، راني نعاون فيها. ودرك نشوفوا واش درنا. ماما عليها الباتيسري وحنا علينا صوالح الاخرين. هذا بالنسبه للصناع. هنا الطياب، هنايا راني نطيب فيه مسكوتشة انا واختي. درت فيها، درنا فيها ربع بيضات هنا بحراره المطبخ، درنا زيت قشور الليمون مع قريصة ملح، كاس مش معمر السكر كما راكم تشوفوا. ورشة تاع فانيلا، وخلطت بالباتور كما راكم تشوفوا هنا حتى بيض الخليط. هنا
هنايا زدت الزيت بعد ما بياض كامل داك الخليط، بديت نزيد في الزيت نص كاس. وهنا ما نديروش كامل النص كاس على ضربه واحده، نبدا ندير بالقطره، ما نلوحوش ضربه واحده، نبدا ندير بالقطره بالقطره حتى يكمل هذاك النص كاس. ونتم نحرك بالباتر. بعد ما كملت ودرت الزيت نبدا ندير في الفرينه. هنا درت كاس ونص تاع فرينه ودرت معاهم قرطاس خميره كيميائيه ونغربلهم كامل مع بعض ونخلطهم بال هاني خلطتهم هاني خلطتهم بالفوي. نخلط في الوسط من ومن كيما راكم تشوفوا. ودركا نفرغ هذاك الخليط في المول. المول دهنته بالزيت والفرينه وندخلها الفور. الفور يكون حامي على 160 درجة، يعود حامي الفور. هنا بعد ما طابت هذيك المسكوتشة كيما راكم تشوفوا نبدأ نفتت فيها. هاني هنا نفتت فيها باش نخدم الحاجة اللي راح نديرها. هاني بعد ما فتتها كاملة نزيد لها علبة ياورت تاع كراميل والشيكولا. هنا درنا شيكولا نتاع ماكسون. نتم ندير في الشيكولا حتى تتلم لي هذيك اللفتات تاع المسكوتش باش نقدر نتحصل على كويرات كيما درك تشوفوا. نزيد الشيكولا حتى تتلملي. هنا بعد ما تلمت كيما راكم تشوفوا نبدا ندير فيها كويرات كيما هاك، ونجيب هذوك لي كوردوني قلت لكم عليهم في الاول نتاع ميني ماوس، نقطتها في الشيكولا ونديرها كيما هاك، تعود كيما المصاصه. هذون لدراري صغار. وهذه دركا نكمل كامل الحبات تاع هذا المصاصه. نبدا دركا نقطص فيها في الشيكولا، الشيكولا نتاع الطالي. الشيكولا هنا راني ذوبتها في حمام مائي وزدت لها مقرف تاع ملعقه نتاع زيت. وهنا بعد ما قطصتها في الشيكولا نديرها في ذاك هذا الزقديد الملون، ومن فوق نزينها بهذا هذا ثاني الزقديد هذا نتاع الملون ثاني هذا كيما راكم تشوفوا. نخليهم ندخلهم للفريجيدار، نكمل كامل الحبات اللي بقاولي ونديرهم في الفريجيدار. تجمد هذيك الشيكولا ونديرهم في الكيسات ونخليهم حتى للعيد ميلاد. وهنا نخلي هذه ندخلهم في الفريجيدار. نروح للحاجه الاخرى اللي رايحين نخدموها. واش راح نخدم هنا؟ هنا راح نخدم في كاب كيك. واش درت فيه؟ درنا زوج بيضات مع رشه ملح، زوج بيضات مع حراره المطبخ مع رشه ملح وكاس سكر. ونخلطهم مع بعض. نخلط بالباتر. نتم نخلط حتى يذوب هذاك السكر.
ها كيما راكم تشوفوا بداية بهذا الخليط، نزيد هنا كاس حليب ونخلط، ونزيد تاني معها كاس زيت. وزيد الثاني قشور الليمون، ما عندهاش ثاني دير فاني ولا لافاني. ونبداو نديرو في الفرينه ونغربلها ثاني. هنايا درت مر الاولى، هنا درت ربع مقارف ربع ملاعق فرينه مع كيس خميره كيماويه ونخلطها. مر الاولى درت ربع مع ملاعق فرينه ونخلط، ونعاود نزيد تاني 3 ملاعق فرينة هنا. نخدم بالبرك بالملعقة هنايا، هاني زدت تاني 3 مقارف نتاع فرينة ونخلط تاني. ونعاود ثاني نزيد 3 واحد اخرين تاع فرينه حتى نتحصل على قوام يعود شويه خاطر. يسمى دات لي هنايا واحد 11 مقرف ولا 10 مقارف نتاع فرينه على حساب الفرينه هنايا. درك نبدا ندير فيها دوك لي كيسات لي ولا تهملكم تاع ميني ماوس، نبدا ندير فيهم الخليط نتاع الكاب كيك وندخلها للفور، ندخلهم يطيبوا. هنايا ما عمرناش هنا هذون، ما عمرناهمش كامل، درنا برك للنص باش كي تتنفخ ما تنفخش، يا تتنفخ سوا سوا مع لي كيسات باه من بعد تبقى لي للتزيين. وهنا رانا ندير في كريم شونتي، درت كاس حليب بارد وكاس شونتي وزدت لهم الكولوران حمراء. وهنا رانا تزيين كيما راكم تشوفوا في الوسط درت الشيكولا ها هي وينه والكريم شونتي من فوق. هذه هي الحوايج اللي طيبناهم، ودركا نوريكم التزيين كيفاش زينا وكيفاش عقب العيد ميلاد. هنا رانا مع التوجات تاع العيد ميلاد، وهذا هو التزيين. هذه ديك هابي بيرثداي رقم 2 النفيخات كيفاش نفخناهم وزينا الطابله، المايس البابي هذا سيرفيات، مازال هنا ما حطيناش هذوك المصاصات، ما حطيناش الباتيسري، دركي نحطوهم ونوريكم كيفاش خرجت. هذه هي المايس ثاني عمرناه بالشيكولا، وهذون هذون هما الكاب كيك زيناهم من فوق بالزقديد وزدنا الماكسون من فوق باش تعود ميني ماوس كيما راكم تشوفوا. الباتيسري اللي خدمتها ماما زينتها ثاني بالفواكه، وهذا هو التزيين. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتتفرجوا وتتمتعوا، ونقولكم ديروا لي جيم واشتراك وفعلوا الجرس. سلام. Thank you.